السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شو مع بعض ازاي نرسم سلم ونثبت بعض التفاصيل الخاصة بالشوب دروينج. أول حاجة هقوله أنا عايز أبدأ بتمبليت أركتكتشر، طيب هروح هنا للأركتكتشر وأقول له أنا عايز أرسم ستير، فبيقول لي حدد الستير اللي أنت عايزه اسمبلت ولا كاست ان بليس ولا بري كاست، فالحاجه اللي انت عايزها هل هيصب في الموقع ولا هيجي جاهز. كل واحده بيبقى لها الاعداد بتاعتهم، بس في اعداد كتيره مشتركه بينهم. عندك اختيارات الران، انت ترسم السلم بطريقه سهله جدا، تبدا ترسم الدرجات هو بيبدا يحسبها، انت ترسم من ليفل 1 لليفل 2 فهيبقى مسافه قد كده، فمفروض عدد الدرجات هتبقى كذا. عدد الدرجات دي بتتحسب من خلال الايديت تايب. هنا الماكسيمم رايزر هاي، اقصى ارتفاع للدرجه هتبقى قد ايه، فانت بيقول لك هيئه الجزء دوت. طيب والمينيمم تريد ديبس، اقل حاجه ليها، طبعا لو قلت محدش يقدر يحط رجليه ويطلع اللي بعديها. المينيمم ران ويت قد ايه، اقل حاجه العرض السلم قد ايه. هو عنده كالكوليشن رولز بيحسب من خلالها ويقول لك عدد الدرجات المفروض هتبقى قد ايه. طيب هقول له هنا اوكي وهبدا ارسم. تقدر تغير يعني، بدل تقول له انا عايز من ليفل 1 لمثلا متر فوق، عايزها مثلا مترين 5 امتار وهكذا، هو على اساسها هيحسب عدد الدرجات. طيب هو دلوقتي مثلا 23 درجه، فانا هبدا امشي وابدا اجي هنا، هو اوتوماتيك هيبدا يرسم لي اللاندنج. هو تقدر تتعلم عليها وتختار الماتيريال بتاعتها. والتريد هل هتبقى زي الرن زي السلالم ولا عايز حاجة مختلفة، ممكن تعمل لها تريد مختلف وليها سكن مثلا مختلف وتديها ماتيريال زي ما انت عايز مختلفة عن باقي السلم، وتقدر تيجي تعمل سيلكت هنا وتعدل فيها زي ما انت عايز. طيب السلم هنا كده خلص، لا المفروض تزود بقى لاندنج في الاخر. اقول له لاندنج وابدا ارسم السلم، بدل ما ترسم فلور عادي لا حاول ترسمها سلم هي كمان، تمام. وبعد كده هتيجي تكمل بقى السلم دوت اهو. وسهل جدا ان انت تعدل الشغل بتاعك. اوكي هو بقى بيبدا يحسب الحساب بتاعته. طيب خلينا نشوف كده في السكشن اهوت. اوكي جو تو فيو اهي بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل سيلكت وتاب وتعمل سيلكت على الجزء ده بس، وتقول له شيل علامه من دي وشيل علامه من دي، تمام هيغير لك نوع السلم. طيب هعمل سيلكت برضه على ده وهدخل في الايت. طيب تقدر تعمل تريد مخصوص لي ورايزر مخصوص لي، يعني هتزود هنا مسافه معينه اهوت، تمام. خلينا دي 50 ودي 12.5، اقول له ابلاي هعملها لك بالشكل دوت، تمام. خليها دي مثلا 25 ودي خليها 25، طيب يزودها لك زي ما انت شايف. طبعا تقدر تغير الماتيريال لو انت حابب. اوكي طيب ممكن اعمل سيلكت على السلم وتغير نوع السلم مره واحده، ممكن تخليه بريكاست. بريكاست هيبدا يزود لك هنا بحيث ان هم هتركب بهالشكل. طيب خلينا نعمل سيلكت ونقول له ادي. طيب ده الاعداد هي تريد ورايزر والماتيريال واسموث، بيخليها لك بالشكل ده ناعمه. ممكن تقول له لا انا عايزها ستيت تبقى باينه بالشكل ده، طبعا مش هو ده اللي احنا متعودين عليه. طيب ممكن تعمل سيلكت كده واديت. طيب ده الران تايب تقدر تغير فيه اهوت، تحط تريد رايزر هنا. الاند كونكشن معموله اللي هي الفراغ دوت، تمام. عندي هنا المسافه من هنا لهنا قد ايه، وهنا ستكنس من هنا لهنا قد ايه، وده الجاب من الناحيه دي افقي وراسي. يعني ممكن تيجي هنا تغيرها مثلا تخليها 20 مثلا، هتلاقي الحته دي زادت. وممكن تزود مثلا دي بدل ما 100 تخليها مثلا 200 فيزود لك المسافه ديت. ممكن تخلي دي مثلا 150 ابلاي هيزود لك المسافه ديت. فتقدر تتحكم في التفاصيل كلها اللي موجوده في السلم من خلال الخصائص اللي موجودة هنا.
تمام. تقدر بقى تحط سبورت على اليمين وعلى الشمال، سبورت اهوت يعمل لك سبورت بالشكل دوت، سبورت برضو دي الخصائص بتاعته اهوت، الليفت هيعمل لك برضو سبورت الناحية التانية. طبعا ميدل سبورت بيعمل لك سبورت في النص بايه زيادة، تمام اهو سبورت اهوت، ده الليفت وده في الرايت. اقول له ران خليها ناحية واحدة، تمام. تقدر تحدد الرايت سبورت تايب نوعه ايه، البروفايل بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي، الدبس بتاعه قد ايه وهكذا. طيب ممكن تيجي هنا تتعلم على السبورت، تدخل في الخصائص بتاعت السبورت اهوت، عايز تبقى فيه تريم مقطوع هنا ولا عايز ماتش ليفل، القطعة تبقى ماشية مع الليفل نفسه ولا ماتش لاندنج سبورت، دي من ضمن الاختيارات بتاعت التريم بتاع السبورت دوت.